في هامشية هذا السؤال فضيلة الدكتور، أطمع أن تتحدث إلى السادة المستمعين في موضوع الوصية أيضا، إذا ما كتبت وكان فيها نوع من الطلب أو الإلحاح من قبل إحدى الزوجات تجاه أولادها. لا يجوز هذا، ولا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث، لا لزوجة ولا لغيرها من الورثة، ولا للأولاد أو غيرهم من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. نعم.